أولا مرحبا بسفيركم معنا في طنجة، سعيدة جدا أنه يكون لقاء ثاني، كان في موازين والآن في طنجة. نتمنى أنني نكون عند حسن ظن جمهور سفيركم والناس ديال سفيركم، لأنها عندي معهم يعني عدة مواقف جميلة جدا. نتمنى أنني نكون في المستوى. بالنسبة لتواجدي هنا في طنجة، وتواجد عادي لأنني أنا بنت طنجة، لأن كنسكن في طنجة. طبعا أنا بنت رباط بنت قنيطرة، لكن ووزان، يعني هادو ثلاثة المدن ميمكنناش نذكرهم، لكن طنجة الناس طنجة كيعرفوا. لطيفة ساكنة في طنجة، كنجي لطنجة بزاف، كنقلب على أي حاجة اللي تقربني للناس ديال طنجة، وهي لي زيفينمون، إنما مثلا الحباب، العائلة، الأصدقاء، الجيران، فأنا كنشوفهم. لكن شي حاجة اللي غنشوف بها بحال الجمهور الجميل اللي الآن كيستقبلني، ف كنقلب عليها وكنقول واخا ما عمري قلت لا. الشطر الثاني هو انه اللي نظمت هذا ليفينمون صديقه وجاره وحبيبه وام البنيته ديالنا جميعا، لينا اكدور، اللي هي السيده سلمى اكدور، فما ترددتش، لانه من البديهي انني نكون معاهم في هذه المناسبه، وتمنيتها لو كانت معنا، لان جا سفر في اخر يعني في كانوا كيوجدوا جهه السفر، فما كانش ممكن تقول لا. الشطر الثالث وهو انه كل ما يتعلق بالمرأة المغربية فانا كنحبد باش نكون فيه. هاد ليفينمون كلها مقاولات للمرأة المغربية، لان جل المشاركات كلهم كنسميهم انا اصحاب مقاولة، فجيت لهاد ليفينمون نشجعهم، نشوف يعني نشوف اكثر، نشوف الاشياء الجميله التي يقوموا بها الاخوات، ونشجع المراه المغربيه المقاوله. وكذلك فرصه انني نجي لسوكو التو اللي كنسكن قدام وجارته ما كنجيلوش، فكانت فرصه انه نجي لسوكو التو. وشكرا على الاستقبال اللي داروا لي، شكرا على الحفاوه ديالهم ودي الجمهور، كذلك مبهره بالنظافه، مبهره بهذه الاشياء اللي موجوده عندنا الحمد لله في المغرب. وكذلك كنشكر سوكو التو لان المس ديما كتلعب هنا، فكنحس براسي في جو عائلي، يعني هذا هو اللي خلاني نكون معكم. بس الان كطفله اولا دائما كانت عندي ذاك الفكره انني اعطاني الله بنيته باش انها باش نفرح بها، باش تبر بيا، باش انني نعمل بها بيبليسيتي ولا نبينها ولا، فكان فضل هذا بالنسبه لي. بالنسبه لي لها هي الان حتى الاطفال ولا نخافوا من لا رياكسيون ديالهم من بعد، فغيجي واحد الوقت وتقدر تكون هي ما باغاش تبان او ما باغاش تعرف بانها بنت لطيفه رعفت، فان شاء الله ملي تكبر هي تختار واش تبان او ما تبانش. صور عندها، غيكون عندها ارشيف من صور مع ماماها، مع باباها، مع خوتها، مع ناسها، مع حبابها، مع الموسيقيين، مع الناس اللي خدموا معايا، فهي ديك الساعه تختار، انما انا الان تنفضل هي تختار نفسها. ماشي حضرت، وانما بقيت حتى دازت 3 ايام عاد جيت، لا هذيك داري وهذوك خوتي وخولة الله يرحمها برحمه الله، هي وعبد الله ولدها وزوجها والسائق ديالهم، فكانت نكبه بالنسبه لنا اللي الحمد لله على كل حال. كما كانت النكبه كذلك والفجعه اللي جاتنا في مهدي بالخياط، الصديق والاخ رحمه الله، اللي للاسف يعني جونا في شهر واحد، فإن لله وإنا إليه راجعون. والحمد لله اللي كان شوية الصبر، وكان ولو أننا كنتواجدوا في ديزيفينمون أو حفلات فالقلب علم به الله، فطبعا ماشي كنت حاضرة، وإنما كنت يعني أنا اللي كنت يعني كنحسبهم خوتي سلمى وحسنة ومونة، ما كانوش في الحالة اللي استقبلوا الناس، فأنا كنت واقفة مع الناس، فالحمد لله على كل حال. عدة قرارات بالنسبة للفن أو بالنسبة للثقافة ما نكرهاش تكون بحال مصر، لأن مصر عندهم يعني وزارة الثقافة مثلا أو النقابة عندها يعني التفعيل ديالها مهم جدا في عدة قرارات بالنسبة للفنان، فأنا كنظن إذا كانت هاد المؤثرة أو المؤثر عنده دراية بالتمثيل، عنده دبلومات في التمثيل، قاري التمثيل، فما يمكنش يحرموه. لكن إذا كان دخيل فكنظن إذا بديت تطفل على أشياء اللي ماشية ديالو فقط لأنه معروف، لا لا أنا ما يمكنش، وقراراتهم صائبة جدا. أنا تنقول دائما كما كيقولوا المصريين، عطي العيش الخبازو، كنعترف بالاختصاص،
فأنت ممثل خصك تكون ممثل، يعني القرار اللي عمل نقيب الفنانين فأنا ممكن نديره أنا كذلك.